عايزين منك بس لشاش الفجر طلبك، وفي عندك 3 حاجات كنت بتنفيهم عايزين نأكد عليهم. أستاذ باسل أخو شروق ضحية الخطأ الطبي لدكتور مشهور في بورسعيد، في 3 حاجات حضرتك أكدت عليهم إن هم أنت مش عايزين تقريبا تعويضات، وإن أنتوا مش هتسيبوه. ولا متاجرة باسم أختي لأي حد، تمام؟ وزي ما في صفح كتير ذكرت اسم اختي، كان من الواجب ان هم يذكروا اسم الدكتور، ولا هم خايفين عشان هو مسنود، تمام؟ احنا مش عايزين يحصل. انا مش عاوز حد يتكلم باسم اختي تاني، تمام؟ وده ما كانش خراج، تمام؟ ويا ريت الناس تتقي ربنا، تتقي ربنا وتراعي ان حرمه ميت وتراعي. ده طلبك لحين استكمال القضية ووصول القضية احنا مستمرين فيها ايا كان اللي هيحصل. انا مش هسيب حق اختي، ولازم المركز ده واللي زيه كلهم يتقفل، لان دي بقت تجارة. الطب كان رسالة، دلوقتي بقى تجارة، واحنا مش هنسمح بحاجة زي. شروق توفت وهي عند ربنا سبحان الله وتعالى. انتوا مكلفين دلوقتي بانكم تجيبوا حقها، فلو انت قدامك دلوقتي قاضي او مسؤول وعايز توجه له رسالة هتقول له ايه؟ انا واثق في القضاء طبعا اول حاجة، تاني حاجة انا عاوز له يحطها ان هي بنته ويشوف لو بنته هيتصرف معاها ازاي. بس شكرا ليك.